مظهر هو باش غادي نرشها. هذا هي الطريقة القديمة، دابا من حين تكرشوها كتبقى كتفرتت. السلام عليكم، مرحبا بكم في شيوات السباعي، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله بغيت نحضر واحد الوصفة لإزالة العرق، ولاو الناس كيخافوا من هاد لي ديودورون وهاد الشيء هذا. من الاحسن كنديروا الطبيعي، هذه من الوصفات الطبيعيين، من الوصفات القدام اللي كانوا الناس القدام كيديروهم. دابا ان شاء الله بغيت نحضرها معكم بالطريقه القديمه، ماشي دابا بهذا الشيء دابا اللي ولا كاينه، ولكن ماشي باش كنا كنحضروها شحال هذه. اول حاجه اللي تنعتمدوا فيها على هذه الوصفه هي هذه الحجره، هذه حجره التوتيه اللي كتباع عند العطار. دابا ان شاء الله غادي تتابعوني في هذا الفيديو في هذه الوصفه، هذه التحضير ديالها راه قديمه بطريقه قديمه، تابعوني ان شاء الله في الفيديو. اللي غادي نحتاج لهذه الوصفه ديال ازاله العرق، غادي نحتاج ليها هذه الحجره، هذه كيقولوا لها حجره التوتيه، هذه اللي بغينا عند العطار كيعبروا لنا نوع القياس اللي بغينا، بغينا اكبر من هذه، بغينا صغر منها، بغينا نعبروا جوجات هكا يا مقادين، اللي بغينا على حسب اشنو بغينا نحضروا بها ديال هذا. كاين اللي مع العائله، كاين اللي بوحدها، كاين مهم. هذه هي الحجره اللي باش كنحضروا هذه الوصفه ديال ازاله العرق اللي غادي نحضرها معكم ان شاء الله باش كنا كنصوبوها شحال هذه. دابا كتصاوب بزاف ديال الوصفات ديالها، ولكن ماشي ما لحد الان ما شفتهاش بالطريقه القديمه. دابا ان شاء الله غادي تتابعوني باش تشوفوا طريقتي في التحضير ديالها، راه وصفه ممتازه كتخلي فينا غير ريحه زوينه وطبيعيه، ما نخافوا منها حتى من حاجه. اللي غادي نحتاج المجمر، دويت لكم على باش كانت كتصوب شحال هذه كنا كنديروها في المجمر. دابا ممكن دار في البوطه، ولكن ملي دويت لكم على الطريقه باش غادي نحضرها بالطريقه القديمه، انا درت المجمر، ولكن يمكن للسيدات اللي ما يمكن لهمش يديروا المجمر يديروها حتى على البوطه، هي خصها طيب. وغادي تتابعوني وتشوفوا ملي طيب ما غاديش ندقها باش نعطيوه ليها وقتها على حقها، وطريقها كتجي هاد الوصفه طبيعيه وزوينه، ما نخافوا منها حتى من حاجه. دابا ولاو هاد الشيء ديال الروائح لي ديال دوغون هذا، ولكن هاد الطبيعي ما كاين ما احسن منه. والناس ديال شحال هادي كانوا كيديروا شويه حاجه اللي هي مفيده، الا ما نفعتنا ما ضرنا. دابا انا غادي نخليها هكا، درت عليها كما كتشوفوا الفخر شاعل باش غادي تطيب، هي كنغطيها باش كطيب وسط هاد الفخر. وكما قلت لكم يمكن لينا نديروها على البوطه، غير انا غادي نحضرها طرق باش كانوا الناس شحال هادي كيحضروها منهم هاد الفخر. بعدا هو الاول فاش كطيب، عاد غادي تشوفوا عاد الثاني اللي غادي نزيد ليها، وراه ما غاديش ندقها من الاول في المهراز. دابا هي غطيتها بالعافيه كما كتشوفوا بالجمر، هي دابا غادي نحيدها. هي هذه هي الطريقه ديالها الصحيحه، من حين كتغطى وتبقى كطيب في المجمر، ماشي بحال الا درناها عاود في البوطه، البوطه شويه كطلع عليها العافيه غير من التحت، ولكن هنا بحال كنغطيوها بالجمر وكتبقى كطيب على خاطرها. هي غادي نحيدها هكا باش كتصاوب شحال هذه. عندي هنا هاد المرشه عمرت فيها الزهر، ما زهر هو باش غادي نرشها. هذا هي الطريقه القديمه، دابا من حين تكرشوها كتبقى كتفرتت. هكا هي باش كنا كنصوبوها شحال هذه. كما قلت لكم انا لحد الان كنشوفها هكا هذا، ولكن ماشي بالطريقه القديمه. دابا غادي نبقى نفرتتها، نحيد منها، ها هما بداو تيطيحوا منها الطريفات هكايا، باش غادي نحيدو غير دوك الطريفات اللي هما رطب بلا ما نزيدو فيها شي حاجه اخرى، كتجي رطبه.
دابا غادي نولي عاوتاني نردها تزيد طيب. هذه اللي نخليها الطريفات اللي طاحوا صافي. هاني دابا عاود حطيتها هنا في المجمر، ها هي غادي نولي ثاني نغطي عليها العافيه. راه ما كتاخذش الوقت بزاف الا كانت العافيه كثيره دغيا كتوجد. هيا دابا عاود ثاني انا غطيتها وغادي نخليها عاود تطيب حتى توجد ثاني ونرشها بالزهر. عاد نزيد ليها الماء الباقي باش غادي نكملها باش تجينا فيها ريحه زوينه، كتجي فيها الريحه غزاله فيهاش ما فيهاش المضره. وهذا الشيء الطبيعي شحال هذه الناس كانوا كيديروا الوصفه، الا ما نفعتنا ما ضرنا. هنا عاود ثاني غادي نحيدها كما الاولى كما دابا كنخليوها طيب. ها هي عاود ثاني غادي نسقيها كتبقى كتبخر باش كترطق من الداخل، اللي طايب كيطيح. ثاني هاني حيدتها من المجمر، ندير لها عاوتاني نفس العمليه، عاوتاني نرشها بالزهر باش كيطيح منها هذاك اللي طايب، والاخر عاود كنردوه للمجمر يزيد يطيب. دابا ها هي التوتيه، حجر التوتيه صافي طيبتها كما شفتو في المجمر، هادشي اللي طاح منها، ولكن راه باقي واحد الطرف دايره عاود كيطيب. غادي نوجد معكم هاد القياس هذا، غادي نديرها في المهراز. نديرها هنايا باش تدق. انا راني قلت لكم راه غادي نديرها بالطريقه القديمه في المهراز، ولكن يمكن لينا نديروها حتى في الطحانة الكهربائية، ولكن المهراز انا هو الحاجة القديمة اللي كنا كنديروه فيها. حتى دابا انا الكهربائية راه يمكن لينا نطحنوها فيها. ملي نوجدوها هكايا بغاو نطحنوها نديرو معاها اللي غادي يتطحن معاها. عندي مسكة حرة عندي هنايا، غادي نهز حبيبات نديرهم فيها ماشي بزاف، كيعطونا الريحة زوينة. كما قلت لكم هذا راه طبيعي ما نخافوا منها حتى من حاجة. عندي هنا واحد شوية نتاع الشبة شوي، ها هو كما كتشوفوا فيه ماشي بزاف، حيت هاد الشبة هادي كتتواتى معاها وكتهادي كتبيض، ما كتخلي عندنا طبايع في البيطان ما حتى حاجة، وحتى هي كتحيد الريحه نتاع العرق. ولكن ما نكثروهاش كما شفتوا، انا راه عندي غير هادشي شويه هذا ورقيقه، راه ماشي غليظه رقيقه. عندي هنا المسك، المسك راه ولا فيه الانواع، ما نديروش داك المسك العادي، فيه الانواع بزاف ما نهضروش على ديال السعوديه، كيجي من دول الخليج كله زوين، غير هو ما نديوش العادي. هي هو منين كيتعرف الجوده ديالو؟ من الثمن. نديو المسك اللي هو زوين باش ملي كنديروه كيعطينا ريحه زوينه، هذاك العادي لا، داك العادي لا ما نديروش. ها هو دابا هذا غادي نخليه حتى ندقها مزيان، عاد باش غادي نزيد فيها هذا المسك هذا. ها هو كما كتشوفوا فيه هذا راه ماشي العادي، العادي راه باين غير من الثمن ديالو. دابا ان شاء الله غادي نبدا ندقدقها، ماشي هكا هكا، غير كنحكوها في المهراز غير هكا 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 حتى حتى كتمسح مزيان، كتولي ملسة. غير هكا كنبقى ندور يدي في المهراز، ماشي كنبقى ندق هكا يلا، حيت راه ساهله. ما عطاتش العافيه ورشيتها بداك الماء زهر كيفتتها، وهداك ماء زهر راه هو كيعطيها واحد الريحه، ومزهر زوين مزيان، كنديروا به لي ماسك كنديروا به، هو زوين. ملي كنرشها به وهي طايبه كتبدا كتفرتد، داك اللي طايب كيتحيد. اما الا ما درناش ليها ديك العمليه ديال المزهر راه كيبقى فيها الداخل قاسح وما كتفرتدش. هكا هذه هي كما قلت لكم الطريقه القديمه ديال هاد التوتيه اللي كنديروها لازاله العرق. هادشي طبيعي وزوين، ما
نخافوا منه حتى من حاجه. دابا كثرات الهضره على دوك هادو ديال البيطان، راه كيديروا لي كونسير، راه كيديروا نديروا الطبيعي. والناس القدام كما قلت لكم الا ما داروا الحاجه كتنفع ما كيديروها كضر. وراه غادي ان شاء الله كلشي يولي يرجع للقديم الطبيعي. دابا حتى نساليها ونوليو نتلاقاو. عندي هنا واحد الدريره اللي هي رقيقه، هادي دابا غادي دوزها مدعوقه بلا ما نزيدو فيها لا هادي ولا ديك. غادي نخليوها غير هكا مع حتى تكون مسحوقه، ملي كنديروها كتقبط نزيدو فيها لا داك الطالك ديال الاطفال لا حتى حاجه، غير هي هكا مع هادشي اللي زدت فيها هاد شويه ديال المسكه وهاديك الطريقه نتاع الشبه. وعندي هنا واحد الجبانيه ها هي، غادي نقبض فيها هاد الدريره هكا باش غادي نغربلها فيها، حيت الا درناها بشي غربال اللي كنغربلو به الطحين ولا شي حاجه واسعه ما كتجيناش مسحوقه مزيان. داكشي باش كيتزاد فيها داك الطالك وهذا، ما نزيدو فيها حتى حاجه، حتى هو فيه الريحه فيه مواد حافظه هذاك الطالك براسو. حنا درنا هادشي طبيعي ديال الدار، ما غادي نزيدو فيه وصفه قديمه طبيعيه نحضروها باش كانت تحضر شحال هادي. هادي هنا قبضت هاد الدريره بوسط هاد الجبانه. دابا ها هي حيد هاد الدكاكه ديال المهرز باش نهز القياس اللي غادي نغربل. راه كتجي مسحوقه، كتجي بحال النشا اللي كنديروا لها هاد الطريقه هكا. كنطفيوها بمزهر وكنوليو ندقوها غير حكيتها في المهرز ماشي دقيتها. وهاد الدريره هكا تتكون شي حاجه ديال اللي هي رقيقه صافي كتجي مسحوقه. ها هي دابا كنغربلها، كنبقى هكا نحك فيها على هاد الدريره هكا وهي كتهبط فهاد الجبانيه. هادي هي الطريقه ديال التوتيه ديال شحال هادي كنا كيديروا ليها الناس القدام. دي هي الطريقه كما قلت لكم المجمر، ولكن يمكن لينا نديروها على البوطه. غير هي انا درتها بالطريقه القديمه باش ما نبقاش نقول لكم شي حاجه اللي ما كانت باش كتحضر كيدار المجمر وكتحط فيه كطيب. بقاو نقلبوها حتى كنحسو بها طابت ونرشوها كما شفتوا ما زهر. هذاك الرشان كيحيد غير اللي هي طابت والاخرى قاصحه كتبقى فيها. علاش ما كنبغوش نبقاو ندقو فيها في المهراز وهذا؟ راه هي صافي راه طايبه، طاحت منها الحجره اللي طابت كتفرتت. نبقاو ندقو الحجر في المهراز كيجي حرش، خصو يطيب. دابا هكا راه طايب وكما قلت لكم راه غادي نزيد فيه حتى حاجه هكا باش غادي نديرو باش غادي نبقاو نستعملوه. غير هي ملي كنبغيو نستعملوه ما كنمسحوش بيطاننا بزاف، نمشوهم من الماء كنخليهم شويه من الدين باش ملي كنديرو هكا بيدينا نحطوه تحت البيطان كيبقى لاصق وكيعطي واحد الريحه غزاله بلا ما نديرو حتى شي حاجه اخرى. طبيعي هذا 100%. ها هو صافي، هذا دابا الحرش غادي نحيدو. صافي هي كملتها، انا غربلتها كما شفتوني في هاد الزلافه وهاد الدريره اللي هي رقيقه. ها هي كيفاش كتخرج، كتخرج ها دعوقه مع داك الطياب اللي طايبه. كنحيدو غير هذاك اللي تيطرش بمزهر كيطيح، هذاك راه طايب لحقاش الا ما طابش كتكون قاصحه. واخا كيدق في المهرز ولا تطحن في شي طحانه كهربائيه راه ما كتعطيش النتيجه بحال هكا. هذا المسك اللي دويت لكم عليه كما قلت لكم راه كيتعرف غير من الثمن ديالو. نديرو فيها نوع جيد حيت ما غاديش نديرو فيه بزاف، نشريو شي حاجه اللي هي زوينه. كنديرو شحال هادي في الغربال ديال السلك كنحكوه. دابا هذا ديك الصفايه ديال القهوه انا غادي ندير فيها شويه، نديرو هنا باش يبان شحال درت هكايا، لان الا درناه بديك الحكاكه الاخرى ديال باش نحكو الثومه ولا كيجي شويه حرش. حنا بغيناها تجي رطبه باش ملي نديروها تبقى تلصق وما نزيدو فيها حتى شي حاجه اللي غادي ترطبها، نخليوها غير هي هكايا. غادي نبقى مستمره حتى نحك القياس اللي بغيت. هادشي راه طبيعي 100%، ما فيه حتى حاجه زايده، ما نخافوش منه الا ما نفعنا ما يضرنا
وكما كتخلي لها طبايع لا والو. وكما قلت لكم الا غسلنا وبغينا نديروها نخليو شويه البلاصه فين غادي نديروها شويه منديه باش كتلصق، حتى الا دهنا بشي حليب ولا البلايص فاش بغينا نديروها كاع ما نديروه فيهم، خليوها غير طبيعيه، حطوها على الحمنه نيشان بلا ما نديرو حتى حاجه باش كنستافدو. راني درت لكم الوصفه ديال الغسول اللي طلقت قبل من هذا الفيديو، راه طبيعي حتى الغسول راه طبيعي، لا ديال البشره ولا ديال الشعر، كلشي حتى هو خدمته باش كنا كنخدموه شحال هادي. ها هي هادي حكتها بحال الغربال السلك نيت، ها هي صافي حكيت القياس اللي غادي نحتاج، ها هو ها هو صافي، حتى هي رطبه ها، مي الا حكيناها بديك الحكاكه كطيح طريفات، تيكون هو بحال الشمع شويه حتى هو حرش، ولكن ملي كنديروا ليه هكا كيكون حسن. انا كنتمنى اللي شاهد هذا الفيديو يدير هذه الوصفه، هذه راه رائعه. دابا غادي نخلط فيها هذا المسك هكايا مزيان باش تينسجم معها كامله هكايا باش تتخلط مزيان. حبيبات المسكه الحره مع ديك الطريقه ديال شويه ديال الشبه، هادوك خلاص كما شفتو راه درتهم معاها في المهرس. هو هاد المسك خليته حتى لدابا عاد درتو التساليتها. هنا غادي نديرها هنا هاد القريعه تاع الدجاج باش غادي نحتفظ بها، هما تيتسدو مزيان ومع الدجاج كيكون زوين نخزنو فيه الحاجه ما كيبقى عليها والو، غنحتفظ ب. غادي نعاود نعمر هادي هكايا، حتى الا بغينا نذوقو شي اصدقاء ولا راه كنديرو شي حاجه عاوتاني، كاينين بحال هادو الا بغينا نديوها للحمام، الا بغينا نديوها معنا كنديرو غير القياس بحال هكا فيها، حتى هادو زوينين راهم كيتباعو، كيبيعوا فيهم الزعفران الحر، كيبيعوا فيهم المسكه الحره، ولكن الا بغينا نشريوهم حتى هكا كنشريوهم كيتباعوا بحال هكا، كنديروا القياس كنديوه معنا في الصاك تاع الحمام بلا ما نديو هاد القرعه كلها كبيره البلاش، هكا كنديروا غير القياس اللي غادي نستعملو. وهذه اللي هي هكا الا كنا في الدار بغينا ندوشو ولا بغينا نديروها معليش، كما قلت لكم الا بغينا نذوقوا شي اصدقاء ولا كنعاودوا نديروا داك القريعات الاخرين بحال هادو نيت، وهما شويه فايتين عليهم بحال هادو اللي درت صغيره وهي فايت عليها شويه في هذا. ها هي دابا هنا سديتها هكايا، تنحتفظوا بهم هنا ديروا هادي هنا. هي الوصفة ديالنا ديال إزالة العرق وجدات، كنتمنىكم تحضروا بحالها، راه كما قلت لكم الطرق باش خدمتها راه هي الطريقة القديمة، وكنتمنىكم تجربوها، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله وبالصحة والراحة.